وسد نسنيش نحاش انه اي فما في الغيظ ما تغدك التجاره نعرفها تكمشى النقصه كيس نتضامن سواء غنغل تما كنغل في السوق غير كنغفار السوق نشي مره يدفيا النقصه نتورى مره الحل قبري نشي نعقل مستعدين لكل شيء نحن مستعدين لكل شيء الا ان نرى الحل تما نتورى الحل نتورى الحل قبري تونا رمضان على الابواب إذا نقل الله حسن عاون مرة نشي المتضررون الإخوان ولهذا طلب زيد إخوان سواء المتضررين أو الذين يمارسون ذي المركبة في نغذي ذكنا في قسار يعني نشي وانتا يحتر تورا إثبات نغذي ذكنا غير مشانسا لا راح لنا طلب عاون ثانية زيد إخوان نغذي الولاد ليمون رني هني غذي في مستوى الحفل لأنه يوم علينا ويوم عليه ولكن نتمنى انهم غاديين يبغون غيورين يبغون غيورين لقيت ديال المره تنفذ ان شاء الله مره غاديين بمستوى الحد واسمح لي اخوان التجار يجوا حتى الاخوان الجار تتغدى والتي وحدت يديا وذا الاخوان يجوا الجار لقد غني تغدى واللي خاصها تزنقها قد الزهنه صافي واخا شكرا علي اخوان في الشرحين 10 بس ان كذاني تغكو برلماني ادغار يزدا دوغي كاكين غي نشس تدغار بيرو اني غسر بيرو النغذاء بيرو النغذاء مش انا شيرو غانا مش انا في الرباط على اساس باش هذيك الايحاء تاع علم السؤال اللي داو مني في الشغل ادغار يزدا غاحي 10 ونص اكيس نبكيش اللقاء ومزيان تسعد باش حاب يتصلك السيد العامل السيد العامل عاوتاني السلطات العليا باش نتفوز بفوز جميع السلطات وتجار متضررون وغير متضررون حذرنا في الحل منايا لا يهدا لنا ذلك وشكرا لاخوة التجار جميعا الذي نعاني من تقصير السلطات المحلية المتمثلة في عامل صاحب الجلالة الذي لم يستعمل جميع موارده التي يتمتع به بسلطته التنفيذية بإقليم النظور ولا نشكر البلدية الغائبة عن مسارنا أقول بكل صراحة لأول مرة مواطن مغربي يعترف بأنه ليس مواطن مغربي لأننا أنا أعترف بذلك دائما زمالي ذو الزيد أنا من 60 سنة من 30 سنة تطرق ستولينو ربتا ستولي جيخ تطرق زيز مواطن يغرى دي وجدا يغرى يستني تدي لكن إهمال غير مسموع بهذا الشكل وبهذا التماطل أطلب من حكومة صاحب الجلالة تتدخل أطلب من السلطات العليا أن تتدخل لفك هذا الحصار المازق في كرة مرمى السلطات المحلية الكبرى في مرمى الرباط في مرمى البرلمان المغربي في الأبور إننا وجه رسالة إنني مواطن تضرر بشكل فوري تضرر بطريقة غير مشان وأستسمع من هذه التجار أترى نساد رسميين مغرب
غضبان يحرق الله اخو من الكلمه لو شفت داون غضبان يحرق الله وحده كيف غضبان يحرق الله يصبحوا مع الشندر السلامات وين حقهم من الدوله ضربات وطنيه كانوا من عشرين الشباب الله يخليكم اللي غادي يبان من حمد ديما تي غادي يشاد وقاشني لي فيه المشاد ما راه كيمضمن والحمد لله والو قاشوا غير ولا ديش الحشد هذا الغيره هو شكي مرض الله الله يخليكم الخدام غادي الخدام شلاقات وشلاقات الزوامات ما مشي لا ماذا من الله يخليكم قيم حياة الله يحرم النار من الولي عام الطور بودا تمسيلات صورة كيلو مقودة سوبر ماشي حق سوبر ماشي حق حق طعب عام تودرين دي النار مش يشي سندك غاز بدين الوقاية المدنية مش يشي سندك مش يشي سندك نين الوقاية المدنية نين الوقاية المدنية اقسم بالله العالم قد تجيب عمرنا اقسم خمي وبخرى رجل فارغ خمي وبخرى رجل الغاز الوعد على انه اشهر يخلي لي تحت ذات الرشد.
انا تكتبوا من مالي هنا مالي عاود البنية ثانية هذا مرموان مالي ترموان إناش أواني تلك المرحلة يا خميرة وش مشين تقرير إناش قاغان غيج مجموعة المؤسسات الدهن البدان دي الشروع إما الجبنية وإما الترمي إناش أواني الجناية إذا غايوش تحديد مرمي غابدان إن متر الخوذة يستيم السين لجنة وزمالة الجناة خاصة إذن الخبراء باش السوق. أما بقضية السقنون يقالوا معنا أنه السوق واتشان ورادي جداليات واني يقول الخوة جرانس أن يري مهني قاين السلطات واتشريج خميغا كمرن أتعدوا الخبراء هذوك شن الحق تجاريين هذا فنغا فلانس اي تجاريين فقط لاكارت ناسيونال باش حالي كسيما يلقي ماشي السلعة الدينية الإخوان شين قرقراو كان على اتصال كني وخميت غاتاسم داني تاشين يوميا مرحبا بكم اتبت ذا اكين في قيمة الاخير لحظة الشين قرخو بمجرد تسجيل الخبراء اتكي يوم اتصل اكني ونخبص النتيجة انا عدو غال المرحلة الثانية ومارا من غادي ضبط من نفس نوم ضبط من نفس نوم وسغو يوم شاع قد تغيث وفن فعشاء غان غروخ تغيث ها غان زاد تاماتون انزا وكين وفن شاع انا هو الشارع وتيدا غنقي فهمت يخدم لجنة قاناش بمجرد القيم اللجنة بمجرد اللجنة قاناش بمجرد رجال المطافي اسوك شنقا اوكي السوق يخسيو على سبودي مسيب اتس لجنايا اتس مباشرة اتقوم سلواجب شنا الاخوان اختاني ريم يقيدين اني ريم يقيدين اتس مذا انت في الدم ولكن الشي بالنسبة للقضية قد تتابع وشكرا الاخوان كارث المركبة ابي ابنا نيخا بيعمل نسأل ايه قضى السي حسن اخاك تجاوب الخواص نقابوش ما نغ البديل لان البديل ذا سيضص باش وانت تشا مع راشو سي حسن يخسر يفهم مرة يذو باش الميساج هذي يوض كان فكارون المركب او ترميم المركب تجاري المغرب الكبير وضع المطلب النخل آني سعادة العميد ويكاش انت تدخل على اساس نكتب الدراسات انساهم شين رفضات الناس نهارات توشار وغاصل انتمي زينا صمت شهر رمضان مبارك شين شو شهر الإخوة ذي الإطارة ذي الإطارة الناس لسعادة العامل الناس لسعادة العامل كان شين فان شمع القباد لأننا غنخذي الضحايا غنخذي الفقراء غنخذي المعوزين نهار واسن بور فضا واسن بور منسير إذ ما تغذتو الشار نهار وخا الكلمة يتقساح تنيني نهار ذي مسعاد نهار ذي مسعاد شي نهار مرة إذ نخذي مسعاد خون نهار وغار شوف هنشي الناس شوف بالنسبة ترميني خبل بناء المركب شي نشوف الناس المساهمة تجار وتيري والو من زي الناس اللي من التجار وغاس مشى وغاس مشى وزما تسمع خو من مركب هذيك مكتب دراسة هذيك الدراسة مسجلين المركبة الترميم خزام المؤسسات خزام تصل الجهات المعنية باش لي هنا غيتحمل المسؤولية قال الاف القصار نارا ما كنتي برا نارا الالاف القصار وغاس نتبو ميزي غاش ونتحياك نيو وفي المناسبة قارو شوية نضبط النفس شوية نضبط النفس عاون مانغ لان الشيء خارخطو غوطات كتار سيو غارخطو غوطات كتار سيو ونتحياك نيو لان قد في الدم دي فوش نتحياك نيو رغم ارتق النخمار يروح الشيء نخزابا يز قول الله العظيم قال كلمة قصحان باش انتريني قال الشيء نخزابي المنكر ولكن وارخ بين غالك اللهم إن هذا منكر ولكن يا ربي انت السايس يا ربي ادخل في ذي وذنا مرة انت ذي يا ربي العالمين هذه خرف مرة يتشارى ان شاء الله ما نحسن قد ود ولهنا وغارخينا انت يا ربي العالمين باش ادير ايش المركب مواصفات حسنا مشتوغا ان انت شن تعترى في ان المركب تغا ذي سلفوضا ذي سهم ذي سمار ولكن وغارخ بين غارك
شاء الله ما شاء. يا رب العالمين نتمنى الزيوم.